اهلا بيكم في فيديو جديد مع مهندسه الديكور لميا حسن. تعالوا النهارده نسلم مشروع في ولايه تكساس في سيتي اسمها شوجرلاند في امريكا. والمشروع بتاعنا بتاع هنا من الاردن، وهي بنوته جميله معاها طفلين صغيرين جمال جدا. واحنا بنعمل الدور الاول كله، البيت تقريبا حوالي 400 متر مربع، وهنسلم النهارده في الدور الاول الفورمال دايننج روم، اوضه السفره واوضه المكتب والبيدروم اوضه النوم، والمطبخ بيبقى دايما معاه طبعا، وغرفه المعيشه، والمطبخ بيبقى معاه اوضه سفره صغيره علشان الفطار. بتبقى عملي قوي الحقيقه، ومن الحاجات الظريفه هنا يا ريت نهتم كلنا ان احنا نضيف ترابيزه في المطبخ بتاعنا. المطابخ هنا معظمها مفتوحه طبعا، وان شاء الله اول ما نوصل هناك نبتدي نشرح ازاي عملنا التصميم.